إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. بعد ذلك معاشر الإخوة نأتي إلى حديث آخر, وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر وفتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى, وأعوذ بك من فتنة الفقر, وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد, ونق قلبي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس, وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث فيه تعوذ من 11 أمرا ودعاء الله وسؤاله أمورا ثلاثة. فنبدأ أولا بالأمور التي استعاذ منها عليه الصلاة والسلام على ترتيبها في الحديث. الأول قال: اللهم إني أعوذ بك من الكسل, وقد سبق الكلام على معناه. الثاني قوله: والهرم, وأيضا سبق الكلام على معناه. والثالث قوله: المأثم, وهو ما يوجب الإثم, أي يكون سببا للوقوع في الإثم. الأمر الرابع المغرم, وهو ما يقتضي الغرم وهو الدين, أي ما يلزم الإنسان أداءه بسبب جناية أو معاملة أو نحو ذلك, فيتعوذ بالله عز وجل من المغرم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. رواه البخاري ومسلم. والجمع بين المأثم والمغرم فيه إشارة إلى حق الله وحق العبيد, لأن المأثم هذا إثم يتعلق بطاعة الله عز وجل, والمغرم هذا يتعلق بأمور الناس. فالمأثم إشارة إلى حق الله, والمغرم إشارة إلى حقوق العبيد. الأمر الخامس قوله: ومن فتنة القبر, وهذا سبق الكلام على معناه. والسادس عذاب القبر, وأيضا سبق الكلام على معناه. والأمر السابع من فتنة النار, وقال بعده: وعذاب النار. فتعوذ بالله عز وجل من فتنة النار, وتعوذ أيضا من عذاب النار. وفتنة النار هي سؤال الخزنة على سبيل التقريع والتوبيخ, وإليه الإشارة بقوله عز وجل: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. فهذه فتنة تكون للناس في النار. وعذاب النار أي أن يعذب يوم القيامة في نار جهنم. الأمر التاسع من شر فتنة الغنى, والمراد ما يحصل بسبب الغنى من البطر والأشر والشح والبخل والتكاسل عن الواجبات وعدم أداء الزكاة إلى غير ذلك من شرور فتنة الغنى. وأعوذ بك من شر فتنة الفقر, يراد بالفقر هنا الفقر المدقع الشديد الذي لا يصاحبه خير ولا ورع, حتى إن من ابتلي بذلك يفعل أمورا لا تليق بأهل المروءة ولا تليق بالمسلم الناصح لنفسه, فيكون بسبب ذلك لا يبالي في فعل الحرام أو التعدي على حقوق الناس. وهذه كلها أمور تترتب على فتنة الفقر. وأيضا قيل أن فتنة الفقر ما يحصل بسبب الفقر من السخط والقنوط والجزع ونحو ذلك. وقيل المراد بفتنة الفقر أيضا فقر النفس الذي لا يرده ملك الدنيا, حتى لو ملك الدنيا كلها ونفسه فقيرة لا يحس بما عنده من الغنى وما عنده من النعمة. الأمر الحادي عشر قوله: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال, وهذا تعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال التي هي أعظم الفتن الكائنة في الدنيا, كما يدل على ذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, وذكر في الحديث قوله: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. والمراد من فتنة الدجال ما يظهر على يديه من الأمور التي يضل بها الناس ويفتنهم عن دينهم, كما هو مبين وموضح في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
معاشر الإخوة، هذه 11 أمرا تعود منها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التعود الجامع، ثم بعد ذلك سأل الله عز وجل 3 مطالب. المطلب الأول في قوله: اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، وهذا فيه أن الداء يداوى بضده، فالخطايا كما قال أهل العلم فيها من الحرارة والاشتعال ما يضاده الثلج والبرد والماء البارد، ولهذا قال: اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد. والمطلب الثاني قال: ونق قلبي من خطاياي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، أي نظف قلبي من الذنوب كما نظفت الثوب الأبيض من الدنس. شبه نظافة القلب بنظافة الثوب الأبيض، وذلك لأن زوال الدنس من الثوب الأبيض أظهر تتبين نظافته، أما الثياب غير البيض فلا يتبين فيها مثل هذا كما يتبين في الثوب الأبيض. والمقصود هنا أن ينظف القلب من الذنوب كنظافة الثوب الأبيض الذي قد نظف من الدنس فلم يبقى فيه أي أثر. الأمر الثالث: وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. والمراد بالمباعدة هنا محو ما حصل من الخطايا وترك المؤاخذة بها والوقاية مما لم يقع منه، وشبه ذلك بالبعد بين المشرق والمغرب مبالغة في البعد عن الخطايا والذنوب. قال أحد العلماء كما نقل ذلك ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري: يحتمل أن يكون في الدعوات الثلاث إشارة إلى الأزمنة الثلاث، فالمباعدة الواردة في الدعوة الثالثة للمستقبل، والتنقية الواردة في الدعوة الثانية للحال، والغسل الوارد في الدعوة الأولى للماضي. أي أنه قال: اغسل عني هذه الأشياء الماضية، ثم ثانيا نق قلبي أي في الحال والحاضر، ثم ثالثا باعد بيني وبين خطاياي أي في ما أستقبله من أيام. فبعض أهل العلم يقول إن في هذا إشارة إلى الأزمنة الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. الماضي يغسل، والحاضر ينقى، والمستقبل يباعد فيه الإنسان عن الوقوع في هذه الآثام والذنوب. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين.